انت ضيعت لي وقت كتير، بس مو مشكلة، رح أعطيك فرصة أخيرة، رح أحكيك باللغة اللي بتفهمها. انت عندك خيارين، يا بتاخد المصاري وبتترك المدينة، أو إنك تستعد لتخسر حياتك. اعمل فيه اللي بدك إياه، حتى مسموح إنك تقتله، هيك شخص ما بيلزمنا. بدي عد هلا للثلاثة، إذا ما حكى أوصوا. واحد. لا 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 لا، شو عم تعمل؟ لا 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 تعمل فيني هيك. اسمع اسمع اسمعني. لا بترجاك لا تقتلني، بترجاك خلاص، بترجاك لا تقتلني، بترجاك. لا لا لا، رح أقول، لا رح أقول، رح أقول الحقيقة، رح أقول، رح أحكي كل شيء بصراحة. أنا كذاب، وكل شيء قالوا عني بريتا وأمها هداك اليوم ببيتك كان صح، وأصروا أنه يجيبوني لعندك لأنهم خايفين، خايفين على مصلحة عيلتك. عملوا كل جهدهم ينقذوا عيلتك من شيرلين، ولا يمنعوا زواج شيرلين من ابنك. كان عندهم استعداد يعملوا كل شيء. ايه، انا اللي خطفت للست سارلا، وانا اللي اذيت بريتا. ايه انا، ولهالسبب اخذوها على المشفى. ما انا بعرف كل هذا الشيء، بس الشيء اللي انا ما بعرفه، مين قالك تعمل هيك؟ بدي اعرف اسم الشخص فورا. مين هذا الشخص؟ شيرلين. كنت حاسس انه هي وراء هالقصة، حتى اني كنت دائما شك بشيرلين، وكلامك هذا خلاني اتأكد من شكوكي تجاهها. بس انا كيف بدي اوثق فيك؟ لسه من كام يوم كذبت بريتا وامها، وهلا غيرت كلامك. انت شو مفكرني؟ انا ما رح صدقك لحتى تعطيني دليل واضح. بدي دليل يثبت انه شيرلين ورا هالقصة، وانا عندي الدليل، بس ما رح اعطيك اياه الا لحتى تعطيني الامان والشي اللي وعدتني فيه. ووقتها رح اختفي. انت صح سامحتني، بس شيرلين مستحيل تسامحني. كنت بعرف انه شيرلين خطيرة، انا ما هيش لوترا، وقت بوعد بوفي بوعدي. اعطيني الدليل ورح اعطيك اللي بدك اياه. طيب اتفقنا، بموبايلي في رسائل من شيرلين واتصالاتها، فيك تتأكد من هالشي. الموبايل بجيبتي. أنا مسجل رقمها باسم تاني، مو باسم شيرلين. أنا عندي رقم شيرلين، وهلأ رح أتأكد. Yeah.